بونسوار. مثل ما خبرناكم بنشاطنا السابقه، اجواء الصافيه وبدون امطار رح تكفي معنا بكره. طقسنا رح يكون صافي الى قليل الغيوم مع انخفاض بدرجات الحراره وارتفاع بنسبه الرطوبه. اتجاه رياح شمالي لشمالي شرقي، حرارة على الساحل بتتراوح بين ال 18 وال 20 درجة، على الجبال بين ال 9 وال 17، أما بالداخل فبتسجل الحرارة 16 درجة. الرطوبة مثل ما ذكرنا بترتفع على الساحل، الهواء خفيف لمتوسط السرعة، البحر معتدل والجو صافي إلى قليل الغيوم. كيف الطقس بكرة ببعض المناطق والضياع اللبنانية؟ بنشوف بها الجولة من الجو وبننطلق من شدرا مع 16 درجة، كسبة 15، 11 درجة بدوما، كفر دبيان 11، المروجة 18 درجة، بسيبة 19، الفوارة 17، وطقسنا مشمس وصافي بكافة المناطق. بنت جبيل ودير ميميس مع 16 درجة، المنصورة 15، تربل 16، كمان بدورس، والختام بالقاع مع 16 درجة. لمحة سريعة عن طقس الويك اند وأول الأسبوع الجاي بكرة السبت، بتسجل حرارة 20 درجة بنهار وطقسنا مشمس وصافي، بيتحول إلى غائم الأحد وبتستقر الحرارة على 20 درجة، طقسنا بيرجع صافي ومشمس الاثنين مع 22 درجة، وبترتفع الحرارة نهار الثلاثة لل 27 درجة. وقبل ما نختم نشرتنا، وقفي مع بعض الصور يلي وصلتنا منكم على يوريبورت على ويب سايت الام تي في والام تي في اب. وصور اليوم وصلت لنا من كريستال حداد من كسروين، اما الصوره الثانيه فوصلت لنا من روبير بوياجيان من فريا. كفوا ابعثوا لنا صوركم من وين ما كنتوا موجودين حتى نعرضها بنشرتنا، وانا بلاقيكم بكره.